نتكلم ان احنا نتعامل مع هيب ديس اوردر، لازم الاول نحدد هو ايه. وطبعا اول حاجه ليها ان احنا نعمل له كلينيكال ايفالويشن في العياده. فاحنا اول حاجه هنتكلم فيها از في الهيب اكزامينشن الهيستوري تيكينج، وده مهم جدا لان احنا لازم نعرف لو الطفل صغير في اي سيركمستانس اراوند البيرس، زي مثلا هنا البيتش بوزيشن والريسك بتاعه مع الدي دي اتش، العيان بعد ما اتولد دخل الحضانه الهيستوري دوت بيخلينا دايما نفكر ان هو في ريسك حصل له انترفنشن او انفيجن، ممكن يكون جاب له سيبتيك ارثرايتس. نعرف برضو الديفلوبمنت بتاعه اذا كان متاخر ولا مشى في ميعاده او في اي حاجه مشاكل. وطبعا المين كومبلين دايما اللي دايما معظم الاطفال بتيجي بيه وهو البين، والاناليسيس بتاعنا زي الاناليسيس العادي، مكانه فين، بيجي ازاي، بيسمع فين، ايه اللي بيزوده، ايه اللي بيقلله. بس احنا بس نحط في دماغنا نقطه ان كتير قوي من الهيب بين او الهيب بروبلمز قصدي بريزنت بني بين، والطفل بيمسك ركبته بيجي يشتكي بركبته، نقعد انفستيجيت ونفحص الركبه وننسى ان احنا عندنا في مشكله في الهيب. الانسبكشن بتاعنا لو العيان بيووك او بيمشي، ان احنا بيقف قدامنا بنبص فيه اذا كان في اي سيمتري من الناحيتين، ماسل ويستنج او في اي سكارز او اي حاجه غريبه فيها ساينس شارج او كده، ونتاكد من البوشر بتاعه ان هو مظبوط ما فيهوش اي سباينال او بيلفيك ديفورميتي، ونبص على الطول ما بين الناحيتين. هنا البيشن ده عنده ليمب ديسكريبنسي، فانا عشان اعمل ليفلنج للبلفس بالشكل ده بنحط بلوك من على الناحيه القصيره عشان اقدر برضو اكزامن بالشكل ده واعرف مقدار الشورتنج كلينيكال. لكن لو البيشنت ما بيمشيش هنبص عليه وهو نايم على السرير، هنشوف ايه الابنورمال ساينز اللي ممكن تظهر لنا. احنا شايفين هنا ايه السهم ده بيشاور على ايه. صراحة السهم دوت معمول كده خدعة، لأن هو المفروض هي الناحية التانية اللي محطوطة في الجاردنج بوزيشن اللي هو الفليكشن والاكسترنال روتيشن للهيب، اللي احنا لما بنلاقي العيان الطفل الصغير ده متمسك بيه، ولما انت بتحاول تكوريكت يبقى في ريزيستنس وبين جامد يشك في سيبتيك ارثرايتس. فاحنا هي دي الناحية، دي هي الناحية الافكتد، والناحية دي هي الناحية السليمة. ونشوف فيه إذا كان في اسيمتري في السكين فولدز اللي تشككنا إن في فرق في الطول اللي ممكن يفكرنا ان احنا في عندنا دي دي اتش، او طبعا لو حاجه فعلا واضحه بالشكل ده للليمب ديسكريبنسي نفكر في حاجات زي البروكسيمال فوكال فيبرال ديفيشنسي. العين لما هيمشي قدامنا هنبص عليه نشوف نوع الجيت بتاعه ايه. ديت بعض من انواع الاب نورمال جيت باترنز. بالنسبه لنا الانتالجيك جيت والشورت ليج جيت متقاربين جدا في الشكل بتاعهم، الاثنين بيجوا بنفس الشكوى ان العين بيزك او بيعوج. الفرق بينهم في ايه؟ الجيت سايكل عباره عن ستانس سوينج فيس، تمام. الفرق بينهم في الانتالجيك جيت عشان البين اللي الطفل بيحس بيه بيقلل فتره الستانس، الفتره اللي بيحط رجله فيها على الارض، فبتبقى الستانس سريع قوي. اما الشورت ليج جيت يعني في فرق في الطول ما بين الرجلتين، الستانس في نفس الوقت بتاع الناحيتين متقارب هو هو، لان هو مش محتاج يرفع رجله بسرعه. ترند بير جيت انا مش محتاج اشرح منها كتير، الدكتور محمد تاج شرحها بشكل واضح وكمان هنعيدها تاني في التست بتاعها. وفي جلوتيوس ماكسيمس جيت، بمعنى لو حصل عندنا ويكنس في جلوتيوس ماكسيمس يعني الطفل مش قادر ان هو يعمل اكستنشن للهيب، فبيعوض ده من حركه الترنك، لان هو بيبوش البلفس بتاعه لقدام عشان يحصل له انتير بروجريشن. فهو لما بيمشي بنلاقيه ان هو بيزق وسطه او بيرجع كمان بالترنك لورا عشان يحرك رجله بالشكل ده. هنبص على شكل رجليه وهو ماشي اللي هو بنسميها فوت بروجريشن انجل. دوت الشكل العادي بتاعنا اللي هو بيبقى في مايل اكسترنال روتيشن حاجه 10 15 درجه. هنا حصل ريفرسال ليها اللي بقى عنده انتوين جيت، وهنا لو في اكسسيف اوت توين، خصوصا كمان لو كان اي سيمتريكال نبتدي دماغنا تفكر ان هي في ناحيه ممكن يكون فيها سليب كابيتال فيمورال ديفس. الترند بيرك تيست اتشرح وهنعيده بسرعه جدا، ان احنا بنطلب من الطفل ان هو يرفع الرجل اللي هي الناحيه السليمه اللي مش بيشتكي منها، وهنبص على الريزلت بتاعتها. ده الشكل اللي هو بيحصل فيه دروب للبلفس. الدكتور تاج كان بيقول لنا ان هو كنوع من انواع الكومبنسيشن بيحصل تلت او ميل او ليرش على الناحيه الديزيز سايد. بس انت كمان مسموح لك ان انت ممكن تحط صوابعك على البلفك بون وتحس كمان بالموضوع دروب، وده ضمن الانسبكشن مش الانفيشن.
الخطوه الثانيه نطلع العيان ينام على السرير ونبتدي الاكزامين الهيد موشن، نشوف الرينج بتاعها، ولازم نكومبير التو سايدز. الارقام ديت انا مش مهم ان انا اذكرها لان ديت انت مش هتعرف تجيبها غير بالبنيومتر، بس ديت يعني طرف لي كده ديت النورمال رينجز، الفليكشن لحد 140 والاكستنشن لحد 15. بنشوف الهيب ابدكشن والهيب ادكشن، وبنشوف كمان الرينج بتاع الانترنال اكسترنال روتيشن في الاكستنشن وفي الفليكشن. المقاييس مهمه جدا، ده خطوه ليها ان احنا نقيس الليج لينس سواء الريل او الابارنت. الريل لينس المفروض ان هو عشان يتقاس صح يتقاس من الهيد بتاعت الفيمر لحد الفوت تحت، بس احنا هنا صعب ان احنا نحدد الهيب، فبناخد نقطه اوضح لنا اللي هي الانتيريور سوبيريور الى سباين. ده لو هنقيس لمب واحد، لكن لو هنعمل كومباريزون ما بين الناحيتين بناخد نقطه في الميد لاين اللي هي بالنسبه لنا اقرب حاجه الامبيليكس او فوقيها الزيف ستيرن، ونقيس ما بين الناحيتين عشان نعمل كومباريزون. طب لقينا شورتنج، ممكن نحدد بتست كلينيكال بسيط اللي هو الجلياز تيست، نحدد اذا كان الشورتنج دوت فوق الركبه ولا تحت الركبه. مجرد ان الطفل ينام ويحط الهيلز بتاعته على سرير الكشف بنشوف اذا كان في فرق في الليفل ما بين التو نيز بالشكل ده، يقول ان هو يا اما كده من الناحيه دي ان احنا كده عندنا شورتنج كتيريا، او الناحيه دي ان هو الشورتنج فين. حاجات تانية ساينز تانية ممكن تتقاس عشان برضو نتكلم فيها على الليمب ديسكريبنسي، وهو البراين تراينجل، هو عبارة ان احنا هناخد لاند ماركس عند الجريتر تروكانتر وعند الانتيريو سوبيريك ايريك سباين، وكل واحد هنعمل منه لاين. الانتيريو سوبيريك سباين هنعمل منه دروب لاين، وهنا ده هوريزونتال لاين، وبيتقابلوا في النقطة دي. اللاين ده لما بنقارنه بالناحية التانية ممكن لو في حصل شورتنينج من عند الهيد فيمر بيبقى الناحية دي أقصر من الناحية التانية، لكن لو البيشنت عنده المشكله في الناحيتين فالتست دوت ملوش قوي يعني اهميه. في خط تاني برضو اسمه نيلتون لاين بيمتد من الانتيريور سوبيريك ايريك سباين لحد الاسكال تيبروستي. المفروض ان في العيان النورمال بيبقى التيب بتاع الجريتر تيبروستي بيبقى عند نفس الليفل بتاع اللاين ده. اي حاجه بنلاقيها فيها بروكسيمال مايجريشن بنقول ان حصل فيها زي شورتنج او بروكسيمال مايجريشن للبروكسيمال فيمر. تمام، هنتكلم دلوقتي على بعض سبوت لايت كده على بعض الايه الكومن كومبلينز اللي بتيجي في العياده. منها ان الام تيجي تقول لك ان بنتي او ابني بيقعد بالشكل دوت في البيت وهو بيلعب، وان هو بيمشي رجليه باصين لجوه، او ان ركبه كمان باصين لجوه. وبتستغرب لما تلاقي ان هي بتكلمنا على رجليه واحنا قاعدين بنقول لها المشكله في الهيب. احنا بنفكر دايما لما بنشوف حاجه زي كده، لو احنا استبعدنا طبعا ان في مشاكل في الفوت او في التيبيال فيرجن بتاعها، ان هي حاجه اسمها الفيمورال انتي فيرجن، ودي دكتور محمد تاج شرحها بشكل كويس جدا. انا بس هزود عليها نقطه ان احنا يمكن كان دايما فاهمنا الخاطئ، احنا مش فاهمين ليه الانتي فيرجن بيعمل ان توينج، ليه بيخلي الرجل بتلف لجوه مع ان هي الزاويه اهي من تحت. لان احنا الاكشن اللي بيحصل لما احنا كنا متصورين ان هي لما الانجل دي بتزيد ان الهيب بتخرج بالشكل ده، لكن اللي في العيال اللي بيحصل ان هي الهيد بتفضل مكانها جوه الاستابلر، والجزء اللي هو بتاع الكوندايلز هو اللي بيلف انترنال. في طريقه كلينيكال ممكن نقيس بيها الفيمورال انتي فيرجن، وهي ان العيال لما بينام برون بنحط ايدينا على الجريتر تروكانتر. تمام، بنبتدي نعمل دوران جراديوال لحد لما نحس بالماكسيمم برومننت بوينت للجريتر تروكانتر، اللي هو ده معناها ان خلاص النك بقت بارلل للهوريزونتال. وببص بعد كده على شكل الرجل ونقيس الزاويه اللي بينهم، ممكن نجيبها رافلي ونعرف منها بالكلينيكال اذا كان في اي لخبطه في الفيمورال انتي فيرجن. لو قابلنا عيان عنده بي دي اتش في تو تيست مهمين، وهم الاورتلاني والبارلو تيست. وانا يهمني الصوره دي عشان الماسكه دي هي كل التيست، لو احنا ما مسكناهاش بشكل صح الدنيا مش هتلخبط، واحنا هنا مختارين عيل مقلبز اللي هو مش هتعرف تمسك رجله كلها بكف واحد. فانا مهم ان انا ابقى حاطط الثم هنا في الجروين عند الانر بوردر بتاع الهيد، وعندي التو فينجرز بتوعنا محطوطين على الجريتر تروكانتر بالشكل ده. الاورتلاني والبارو الاثنين بيعتبروا عكس البعض، واحد منهم بنحاول ان احنا نعمل ريدكشن للديسلوكيتد هيب، والبارلو بنحاول ان احنا نشوف اذا كان ممكن نعمل ديسلوكيشن لهيب اصلا ريديوسد.
بس في الاثنين لازم يبقى فيها نفس المسكه دي عشان تحس بيها، وهي الهيد بتخرج والهيد بتدخل، لان انت ممكن ما تشوفهاش وممكن الصوت ما يبقاش واضح، فانت الكلانك اللي انت بتحسها بايديك. وكل اللي احنا بنعمله عشان نعمل الريدكشن بالارتولاني هو بس مجرد ان احنا لما بنمسكها صح بالشكل ده والعيان في وضع الابدكشن بنعمل ابدكشن مع شويه اكسلر روتيشن ونحس بصوت رجوع الهيد تاني للاستابلم. البارلو قلنا ان هو عكسه، ان هو اصلا الهيد جوه الاستابلم وانا بشوف هي ديسليكيتابل ولا لا، فانا برضو حاطط ايدي في نفس الموضوع وبعكس الموضوع، ان هو كان في ابدكشن واكسلر روتيشن بحاول ان انا اعمله ادكشن وانترنال روتيشن، وكمان ممكن اضغط ضغطه بسيطه عشان احس والهيد وهي بتخرج. العيان وهو نايم احنا بقى برضه هنعمل بقى سبيشال تيست لكل ديزيز، بس هم دول الكومن تيست اللي هي بتبين لنا مشكله. توماس تيست ده بيحدد لنا اذا كان في هيب فليكشن ديفورميتي ولا لا. الخطوه المهمه ان احنا الاذر سايد او الساوند سايد بنعمل فيها فليكشن بالشكل ده عشان نطمن ان البلفس بقى سبورتد على السرير الكاش وما بقاش فيه هايبر لوردوزس ممكن يخبلنا الفليكشن ده. ساعتها المفروض في الانسان العادي ان الاذر ليج ممكن تاكستند عادي، لكن احنا ظهور انجل بالشكل ده بتقول ان احنا عندنا هيب فليكشن، والهيب فليكشن ساعتها ممكن يجي من تو ماسلز، يا اما الاليوسوس تايتنس او الريكتس فيمرس. فعشان كده بنعقبه على طول بالاليس تيست. الاليس تيست ان الطفل بينام بروم، وبرده بتاكد ان البلفس بتاعه ريستنج كويس على السرير، وابتدي اعمل فليكشن عند النيه. لو لقيت ان بيحصل اليفيشن للبلفس بالشكل ده يبقى ده كده معناها ان احنا عندنا ديفينتلي ريكتس فيمرس شورتنج. في اذر تيست هنعديها بسرعه مش هنقف عليها كتير زي الاوبر تيست، وده بيعتمد على التستنج بتاع الاليتيجال باند، بان هو احنا بنخلي العيان بيبقى نايم على الناحيه السليمه والناحيه الثانيه تبقى نعملها في ادكشن وفليكشن، واحنا بنعمل اكستنشن المفروض لو ما فيش تايت اليتيجال باند ولا حاجه ما بيحصلش زياده في الادكشن. لو احنا شاكين ان المشكله ممكن ما تكونش من الهيب بنعمل الباتريك او الفيبر تيست. فيبر هو اختصار لكلمه فليكشن ابدكشن وسن روتيشن، يعني العيان بيحط رجله في شكل اللي هو فيجر اوف فور بوزيشن، وبنعمل زي ضغط بسيط كده عند منطقه النيه، وممكن نعمل كمان سبورت بايد الثانيه على البلفس عشان نقلست مكان البين بالظبط. لو هو مسك عند الهيب يبقى لسه مشكلتنا هيب، لو بدا البين يريديت للباك يبقى دوت ممكن يبقى عندنا مشاكل ليها علاقه بالسباين. الانتيريور امبنجمنت تيست مهم، زي ما احنا سمعنا عن حاجات ديزيز كتير بتغير من شكل بروكسيمال فيمر زي السليب كابيتال فيمر ابيفيسس وزي البيرسس ديزيز، فالاطفال دول عرضه اكتر ان هم يحصل لهم امبنجمنت. كمان دلوقتي الاطفال عشان بقوا بيمارسوا رياضه اكتر من الاول وبيبقى في عليهم ضغط عالي بقى في عندهم كمان ليبرال تيلز بسبب ممارسه الرياضه الاكستريم. فالامبنجمنت تيست زي ما احنا يمكن عندنا فكره عنه من الفيمر او الاستورال امبنجمنت، ان احنا بنحاول نعمل فليكشن مع انترنال روتيشن ونحاول نقلست يا اما احساس بين عند الجروين او صوت كليك. التيست الثانيه انا ممكن نقولها بس بالاسم اللي هي اسكو فيمرال امبنجمنت وبوستيرو امبنجمنت تيست وفيليبس تيست، وهي كلها بتعتمد على برضه ان احنا بنعكس ان احنا نعتمد بس على ان احنا نعمل شويه امبنجمنت، يعني بوستيرو امبنجمنت ده عكس الانتيريور امبنجمنت، بنحط الرجل في بالعكس اكسترنال روتيشن مع اكستنشن. والفيليبس تيست ده عشان بس يعني ايه نعمل بس تيستنج للجراسيس. فان سامري احنا الابروتش بتاعنا للعيان اللي في العياده، اول حاجه بنفس الترتيب ده بخلي العيان بعد الهيستوري بيقف قدامي، ده لو كان بيمشي هعمل له تريدل بريك تيست بان انا اقول له ارفع رجلك واشوف الوضع البلفس بتاعه، اقول له امشي قدامي عشان اشوف الجيت بتاعته اي ابنورماليتي فيها. لو هو ما كانش بيمشي اساسا يبقى هننيمه على سرير الكشف ونبتدي على طول من خطوه اربعه ان احنا نتاكد فيها ان البلفس بتاعنا ليفل كويس، ونشوف الشيك رينج اوف موشن، بعد كده نقيس الليج لينس ونعمل سبيشال تيست بتاعتنا على حسب السسبشن بتاعنا نوع ديزيز. حاجتين بس لازم نفتكرهم كويس، ان احنا برضو العيان لازم يتقيم كويس من ناحيه الليجمنت سلاكستي، وكمان لو احنا شكينا العيان دوت عنده
اي نيورو ماسكلر انفكشن لازم نعمل لهم نيورولوجيكال اكزام، وبعد كده بننتقل لخطوه الراديولوجي. الدكتور ميشيل شرحها لنا باستفاضه، والاختيارات بتاعتنا والبوزيشنز بتاعتنا على حسب بقى السسبشن بتاعنا. في حاجات بنطلبها بفروب بوزيشن كلاترال، او ممكن نطلبها مع ابدكشن انترنال روتيشن. والالترا ساوند دوت مهم في الاطفال اللي لسه اللي هم في بدايه اللي هم الشهور الاولانيه بتاعتهم، لان هو بيبقى معظم البون اماتيور، فبيبقى احسن الالترا ساوند في الايفاليويشن. ثانك يو. شكرا لكم حضراتكم. احنا دلوقتي بنشكر الشيرمان، وهنبدا دلوقتي الكوفي بريك بس 15 مينتس بس.